منتج النهاردة هو عبارة عن شنطة. الشنطة دي بقدر ان انا استخدمها في البيت، احط فيها الخيوط بتاعتي، الابر بتاعتي، وفي الوقت نفسه كمان اقدر اشتغل وهي جنبي، اطلع منها الخيوط ببساطة عن طريق خروم بسيطة موجودة في سطح الشنطة، واقدر ان انا اسحب منها الخيوط بدون ما اطلع الخيوط فعليا من قلب الشنطة. هل المنتج ده عملي او مش عملي؟ يلا بينا نعرف. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم ومعلومة جديدة. منتج النهاردة عبارة عن شنطة بسيطة بتيجي بأشكال كتيرة جدا، الأوبشن بتاعها مش أوفر قوي، بتيجي كل شنطة فيها اختلافات بسيطة، اللي ليها جيب من قدام، اللي ليها جيب من الجنب، اللي ملهاش جيوب من أصله يعني، لكن الأوبشن بتاعها بيكون في مجموعة الفتحات اللي احنا شايفينها دلوقتي دي، بقدر أطلع منها الفتلات بتاعة البكر بتاعي بدون ما أطلع البكر نفسه. هل دي عملية مش عملية؟ دي على حسب أفضليتك أنت الشخصية، بمعنى انه لو انا بحب انه اخد حاجة شكلها كيوت كده وحلوة وظريفة، فإتس اوكي هتكون الشنطة دي كويسة، بجانب ذلك اقدر احط فيها كل حاجاتي واشتغل سواء انا في البيت او برا، ولكن هي مخصصة اكتر لبرا، استخدمها بسهولة وبساطة وبدون ما اقعد اطلع خيوط وتبقى المسألة زحمة قوي حواليا وانا شغالة. ولكن هي الماتيريال بتاعها اغلبه بيكون من خامات الشنط او خامات اللي هي فيها شوية شبه بلاستيك، كمان سهلة التخزين. في البعض من الشنط دي بيكون قطن، وفي البعض منها بيكون بوليستر، انتي وتفضيلك للخامة اللي انتي بتحبيها وبس. خلاص يعني هي حاجة بسيطة جدا سهلة قوي، ولو انتي من نوعية الناس اللي بتحب ان هي تعمل كل حاجة بنفسها، خدي الصورة دي وابتدي تستميها، ولو عندك مكنة خياطة هيكون الله بجد، تقدري تستمي الشنطة دي بايدك انتي واسلوبك الشخصي اللي يصلح لك اكتر كمان منك انتي تشتريها. وده كان معلومة بسيطة عن منتج النهاردة، انا ممكن اشتريها او لا، او ايه هي اهميتها. بالنسبة لي مش مهمة قوي، ممكن استعين عنها بباسكت موجودة بالذات لو انا في البيت، مش اساسية جدا، ولكن هي اكسسوار مكمل لشغلنا وحلوة بتساعد على التنظيم. فلي لا، اشوفكم ان شاء الله في معلومة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة، باي.